حسام حسن ينجو من الموت، عنوان يبان لك في اللحظة الأولى إن هو تضخيم للحدث، لكن كلنا صحينا النهاردة على خبر سيء جدا وهو وجود كابتن حسام حسن في المستشفى بسبب تعرضه لوعكة صحية. في البداية امبارح كانت مباراة قوية لنادي الزمالك ونادي الإسماعيلي، كابتن حسام حسن كعادته هو وجهازه المعاون وجهاز الفن المنتخب الوطني أصروا على حضور مباراة الزمالك والإسماعيلي، بعد كده إنهم خرجوا من نهاية المباراة الساعة 11 متوجهين إلى القاهرة. فوجئ الكابتن حسام حسن بألم شديد في المعدة ليتوجه إلى المستشفى فورا ويتم تشخيص حالته من الدكاترة الموجودين في المستشفى بأنها حالة تسمم وحساسية شديدة في المعدة أدت إلى وجوده والإصرار على وجوده على أجهزة التنفس لمدة 4 ساعات كاملة وتوصية طبية بوجوده لمدة 24 ساعة داخل المستشفى تحت الملاحظة. لكن الكابتن حسام كعادته والباور اللي هو دايما اعتدنا عليه منه ان هو لما بدأ ان الدنيا تمشي شوية بعد الـ4 ساعات قرر الخروج من المستشفى.